شريف ومصطفى أخواني فتحا محلا لإعداد وبيع الكسرة والأكلات التقليدية بأنواعها. المشروع هذا بديته وأنا في 2018، كان لي صديق اللي هو شعيب، نحيوه بهذه المناسبة من هذا المنبر. هو صنايعي تاع كسرة ومأكولات تقليدية، بديت أنا وياه المشروع هذا في صيف، خدمنا شيء اللي كتبوه ربي، ودوكا هو راهو عنده محل هنا وأنا عندي محل هنا وأنا مكملين في التجارة هذه. لقات استحسان هنا يا في سطيف وإقبال كبير ما شاء الله. أنا كملت الجامعة في 2016، سينا بزفع فايز في كوميرس في تجارة تعرف كيفاش. حكاية حب وجد من خلالها هذا الشابان ظلتهما ليصبحا من بين أشهر بائعي الكسرة في ولاية سطيف. كدان خطر نجي لهنا، عجبتني الماكلة، نظيفة ونقية وبنينة ثاني. كسرة مطلوعة، كسرة شعيرة مطلوعة، رفيسة مبرجة، اللي سمع الحوايج تراديسيونال. واش تحب تلقى بكري هذيك؟ يقول لك السلام بسة، ها هو داخل محشية فرماج فيونداش، يدير لك سكالوب، يدير لك مليحة بنينة. الله يبارك، عجبتنا ماكلته هذا ونجيو ناكلوا عنده أكلة تقليدية تاع بكري، كسرة تاع بكري. مكسب قبل المال هو شعار الأخوين اللذين ضحيا لكسب لقمة عيش الحلال.